بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 183. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأيمان جمع يمين، وهي الحلف. سمي الحلف يمينا لأن الحالف يمد يمينه، يمد يده اليمنى لمن يحلف له، كما يكون ذلك في المعاهدة والبيعة، لأن كلا من المتبايعين أو المتعاهدين يمد يمينه للآخر، فسميت الحلف يمينا من هذا الأصل. هذا معناها في اللغة، وأما معناها في الشرع فاليمين هي تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد أمر من الأمور، نعم، بذكر معظم على وجه مخصوص. والمقصود بها هنا الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته على أمر من الأمور من أجل تأكيده أو نفيه. واليمين لا تجوز إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لأنها تعظيم، والتعظيم حق لله جل وعلا، والمخلوق لا يحلف به لأنه لا يصل إلى هذه المرتبة من التعظيم التي لا يستحقها إلا الله جل وعلا. ولذلك فالحلف بغير الله شرك، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام معظما من شأن الحلف بالله: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من من حلف له بالله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فالحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى، والوفاء بها تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله، فالحالف يعظم اليمين، ولا يحلف إلا في أمر يستدعي منه الحلف، وأن يكون
صادقا في ذلك، والمحلوف له يجب عليه أن يرضى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. فاليمين والحلف أمرها عظيم، وقد يتساهل فيها بعض الناس ولا يلقون لها بالا، وربما يستغلها بعض الناس لترويج بضائعه. نعم، فيحلف للزبائن أنها كذا، أن صفتها كذا، أو أنها سيمت منه بكذا أو غير ذلك. وهذا قد جاء في الحديث أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، أي كثير الحلف، لأن الإكثار من الحلف يدل على التساهل في شأنها. ولا يكثر من الحلف إلا كذاب أو منافق، لأنه لو كان يعظم الله حق تعظيمه لاحترم اليمين بالله عز وجل ولم يحلف بها إلا وهو يعظمها ويقدرها. فلذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله عز وجل حالفا ومحلوفا له، لأنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. والتساهل فيها فيه تساهل في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. إذن أولا نقول حتى من صدق فله أن يعني أو يشرع له ولا يكثر من الأيمان. نعم، حتى ولو كان صادقا لا ينبغي أن يسرع إلى اليمين إلا إذا استدعى الأمر ذلك. نعم، يعني أن يكون على قضية عظيمة مهمة، مهما أمكن يقلل من الحلف بالله أو لا يحلف. نعم، حسنا. ما ذكرتم من حديث من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قد يقول بعض من حلف له أني أعرف أن فلان كذاب ويجعل اليمين كما قلت بضاعة له، فيقبل منه لأجل اليمين ولو يعلم أنه كاذب في يمينه. العلماء قالوا هذا في الخصومات، الحديث معناه وارد في الخصومات، فإذا توجهت اليمين على الخصم فإنه يحلف، وينبغي للخصم الآخر أن يرضى بذلك، لأن هذا هو الذي أعطاه الله إياه، فيرضى بذلك والإثم على الحالف. نعم، إذا ليس الوعيد بأنه من لم يرضى فليس ليس على عمومه. نعم، ليس على عمومه، وإنما هو في الخصومات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها، يعني إذا خالف مقتضاها، هي اليمين بالله جل وعلا، لأن يقول والله. نعم، أو بصفة من صفات الله عز وجل. ومن صفات الله كلام الله، فلو أنه حلف بالقرآن لصارت يمينا، لأنه حلف بصفة من صفات الله وهي الكلام، والقرآن كلام الله. فلو حلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو بسورة أو بالمصحف فإنه يكون حالفا بالله عز وجل، لأنه حلف بصفة من صفاته. وكذا لو قال وعزة الله وحياة الله ووجه الله ونحو ذلك من صفات الله سبحانه فإنها تصح يمينه بذلك وتنعقد. نعم، قال: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. الحلف بغير الله كالذي يعتاده كثير من الناس، الحلف
بالحلف بالكعبة أو الحلف بالصنم أو الحلف بالضريح والقبر الفلاني أو بالولي الفلاني كما يفعله عباد القبور، هذا كله شرك، لأنه حلف بغير الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك وكفر، وهي غير صحيحة، ولا تجب بها كفارة، لأن الكفارة إنما تكون على اليمين المحترمة، وهي اليمين بالله عز وجل. وأما هذه فهي يمين باطلة لا تنعقد ولا حكم لها، إلا أن صاحبها يكون مشركا أو كافرا ويأثم بذلك، لكن ليس فيها كفارة، لأن الكفارة إنما وردت باليمين بالله عز وجل، اليمين بالله عز وجل. أما اليمين بغير الله فإنها غير مشروعة وهي باطلة ولا كفارة فيها، لكن فيها الإثم العظيم. فعلى من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله ويستغفر، وأن لا يعود لمثل ذلك، وليس عليه كفارة. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. فالحلف بغير الله فالحلف بالله كاذبا هذا سيئة وكذب، لكن الحلف بغير الله سيئة شرك. فرق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. نعم. حتى وإن قال من اعتاد هذا يا شيخ أنه مجرد اعتياد لسان، ما يعود لسانه على هذا الشيء، يعود لسانه على احترام اليمين بالله وأن لا يحلف إلا بالله، ويصون لسانه عن الحلف بغير الله. ولهذا جاء في الحديث: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم. يمكن يؤخذ هذا أنه تكفير، أنه على من حلف بغير الله توبة، يعني أن يتوب بها، هذا معناه التوبة. فقوله فليقل لا إله إلا الله دل على أنه أشرك، فهو يكفر هذا بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الحلافين بغير الله يعقد اليمين على أمر مستقبل، أشبه ما يكون أسألك بالله مثلا، يقول وفلان أعطني كذا وفلان، هذا يعد يمينا أو نعم. سؤالا بهذا الولي مثل أسألك بالله. إذا قصد اليمين صارت يمينا، وإن لم يقصد صارت من اللغو التي، لكن إذا قصد أنه حلف بغير الله تعظيما لذلك الغير فإنه يكون شركا ويأثم بذلك. فما اعتاده كثير من بعض الناس من والنبي، ونعم كل شيء والنبي، كل شيء والنبي، وحياتك وحياتك وحياتي، كل هذه عادات سيئة، وإن كانوا لا يقصدون بها الحلف وإنما تجري على ألسنتهم. فينبغي أن ينزهوا ألسنتهم عن هذا الكلام وأن لا يتساهلوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. نعم. الله جل وعلا شرع الكفارة في الأيمان، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فدلت الآية الكريمة على وجوب الكفارة في الأيمان، ولكن بشروط. نعم. قال: الأول أن تكون اليمين منعقدة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن.
نعم، أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد، يعني ينوي عقدها على أمر مستقبل ممكن. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الكفارة. أما إذا لم ينوي اليمين، جرى على لسانه لفظ اليمين لكنه لم ينوه، فهذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في آيتين، في سورة البقرة وفي سورة المائدة. واللغو هو الذي لا يقصده، كان يجري على لسانه من غير قصد لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك وهو لا يقصد اليمين، فهذا ليس فيه كفارة لأنه لم ينوي عقدها. وأن يكون المحلوف عليه شيء مستقبل، فإن كان على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهذا أيضا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة. وإن كان كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك، لأن هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. إذن لغو اليمين ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يجري على لسانه من غير قصد كقول لا والله وبلا والله. النوع الثاني ما كان أمرا، ما إذا حلف على أمر ماض يظنه صادقا فبان بخلافه فهذا ليس فيه شيء وهو من لغو اليمين. الثالث إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهذا من لغو اليمين الذي فيه الإثم. النوعان الأولان ليس فيهما إثم، وأما هذا النوع ففيه الإثم، وهو أنها تكون اليمين الغموس. ولا بد أن يكون الأمر المستقبل الذي حلف عليه ممكنا، من الأمور الممكنة، فإن كان مستحيلا كما لو قال والله لأقلبن الحجر ذهبا أو لأطيرن في السماء أو ما أشبه ذلك، فهذه يمين غير منعقدة لأن الذي حلف عليه مستحيل وليس بممكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. نعم، هذا الذي ذكرنا أنه أحد أنواع لغو اليمين، إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، كما لو قال والله إن فلانا قد جاء أو إن فلانا أعطاني كذا وكذا وهو كاذب ومتعمد، فهذا فيه الإثم وعليه التوبة والاستغفار، ولكن ليس عليه كفارة لأن يمينه غير منعقدة. نعم. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقول، النوع الثاني لغو اليمين الذي يجري على لسانه من غير قصد. نعم، كقوله لا والله وبلا والله وهو لا يقصد اليمين وإنما عادة يجري على لسانه. نعم، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذا النوع الثالث من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة، وهو إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه كما لو قال والله إن فلانا قد جاء أو حضر من سفره يظن أنه كذلك فتبين بخلافه، هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ولا إثم. نعم، قال: فلا كفارة في الجميع، في جميع الأنواع الثلاثة. نعم، الثاني أن يحلف مختارا. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن كان مكرها على اليمين بأن أكره عليها وتلفظ بها لأجل أن يتخلص من الإكراه ولم يقصد اليمين فهذه لا كفارة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، مثال الشيخ استكراه اليمين، أن يلزموه مثلا أن يعطيهم كذا باليمين، احلف أن تعطينا غدا كذا مثلا، إذا قالوا له احلف وإلا قتلناك وإلا ضربناك، احلف على أن تعطينا، احلف على أن هذا ما حصل منك ولم تفعله وما أشبه ذلك. نعم، ولو كان كاذبا في يمينه، ولو إذا كان قصده التخلص ولا يكون إلا كاذبا في هذا،
إذا كان قد فعله ويخشى منهم وحلف لهم من أجل أن يتخلص فهذا لغو اليمين لأنه مكره عليه ولم يقصده. نعم. السلام عليكم. قال الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. نعم، لأن المكره لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه فعل، وقد أذن الله بكلام الكفر لأجل التخلص من الإكراه. من الإكراه، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على أن يقول كلاما فيه كفر ليتخلص من الإكراه فليس عليه إثم، إذ بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما أراد التخلص فقط من الظلم. فكذلك اليمين، إذا طلب منه اليمين وأكره عليها وهو لم يعني يريد اليمين وإنما أراد التخلص من الإكراه فليس عليه في ذلك شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال الثالث الحنث في يمينه. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه، يعني مخالفة. الحنث المراد به مخالفة اليمين، كأن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، أو حلف ألا على أن يفعل شيئا فلم يفعله. نعم. فلم يفعله، هذا حنث في يمينه لأنه خالف اليمين يمينه، فهذا تجب عليه الكفارة. نعم. قال الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. مختارا لهذا الفعل الذي حلف على تركه، أو هذا الترك الذي حلف على فعله، الذي حلف على أن يتجنبه، حلف أن يتجنبه ففعله ناسيا، فعله ناسيا أو لم يفعله ناسيا فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو حلف مثلا لا يعطين زيدا كذا وكذا من المال ثم لم يعطه، تركه ولم يعطه شيء، لا يعطين زيدا في هذا اليوم كذا وكذا، ثم مضى اليوم ولم يعطه شيئا، فهذا ناسي وليس عليه شيء، لكن تكون اليمين باقية. وكذا نعم، وكذا لو حلف لا على ترك كذا وكذا، حلف لا يكلم فلانا، حلف أن لا يكلم فلانا ثم كلمه ناسيا فليس عليه شيء، لأن الناس لا يؤاخذ. أو جاهلا، فعله جاهلا أنه هو المحلوف عليه، كلم رجلا لم يدري أنه هو المحلوف عليه ثم تبين أنه هو المحلوف عليه، كان حلف لا يكلم زيدا مثلا من الناس فكلمه يظنه غير من حلف على أن لا يكلمه، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتعمد حنث يمينه، لم يتعمد الحنث. نعم. قال فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة. حلف مكرها، حلف أن يترك شيئا فأجبر على فعله مثلا، أو حلف أن يفعل شيئا فأجبر على تركه بالإكراه، فهذا ليس عليه كفارة لأن المكره معفى، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة. نعم. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. هذا ما يسمى بالاستثناء في اليمين، بأن يقول إن شاء الله، فإذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل هذا الشيء إن شاء الله، فإن هذا لا كفارة عليه لأنه استثنى في يمينه. وقد جاء في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، لأن إن شاء الله هذا استثناء، هذا من باب الاستثناء، لكن شرط أن يكون الاستثناء متصلا بكلامه،
فلو أنه حلف وسكت ثم قال إن شاء الله لم ينفعه هذا الاستثناء، لأنه منفصل. والشرط الثاني أن يكون ناويا للاستثناء، فإن كان نوى بإن شاء الله التبرك مثلا ولم ينوي الاستثناء فإنه لا ينفعه هذا الاستثناء. نعم. ما طول الفصل بين المشيئة واليمين؟ عرفا، طول الفصل عرفا، إذا انتهى الكلام ولم يستثني، إذا انتهى الكلام ولم يستثني، إلا إذا كان معذورا بأن أخذه سعال أو عطاس أو شيء باغته فلم يستثني إلا بعده، فهذا معذور لأن الفصل بغير اختياره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. نعم، الحنث في اليمين وهو مخالفة اليمين تارة يكون سنة وتارة يكون حراما، الله أكبر، وتارة يكون مباحا. فيسن الحنث في اليمين على خمسة أقسام: تارة يكون محرما كما إذا حلف على فعل واجب، حلف على فعل واجب كصلة الأرحام، حلف لا يصلن رحمه، حلف على ترك واجب، حلف على فعل واجب، فهنا يحرم الحنث. يحرم الحنث كما لو حلف لا يصلن رحمه، فإنه لا يجوز له الحنث في هذا، بل يحرم عليه ويجب عليه الإبرار بقسمه، لأنه حلف على فعل واجب كان واجبا عليه من الأصل وأكده باليمين. الثاني تحريم، هو الثاني وجوب الحنث في اليمين، وجوب الحنث في اليمين كما لو حلف لا يفعلن محرما، حلف لا يشربن الخمر مثلا، نعم، فإنه يجب عليه أن يحنث في اليمين ولا يجوز له إبرار يمينه لأنه على فعل معصية. نعم. الثالث يكون الحنث فيها مكروها كما لو حلف لا يصلي صلاة الضحى مثلا، يعني حلف على ترك سنة، فإن الوفاء باليمين يكون مكروها، فيستحب له أن يحنث في يمينه وأن يصلي الضحى ويحلف ما فعل على تركه من السنن، وذلك لقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل البر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلف لا يتصدق، حلف لا يصلح بين الناس، حلف، فهنا يستحب له أن يحنث في يمينه وأن يفعل البر ويفعل الإصلاح ويفعل الصدقة ويفعل صلاة النافلة، فالحنث في هذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. نرجي تفصيلكم عن أحوال الحنث إلى حلقة قادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. إخوتنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان في شرح زاد المستقنع. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت زميلنا عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.